على الرغم من أننا نعيش عصر الأسواق المفتوحة والمنافسة متاحة للجميع، إلا أننا لازلنا نعيش أزهى عصور الاحتكار وبالقانون. نعم السوق مفتوحة للجميع، لكن هناك شركات أصبحت كبيرة ومهيمنة على قطاعات أصبح من الصعب منافستها، ليس من الشركات بل حتى الدول لا تستطيع المنافسة معها. مثلا شركة إنفيديا التي تعد الآن أهم شركة في العالم، وهي المصنعة لمعالجات رقائق الذكاء الاصطناعي. التقديرات تشير إلى أنها تسيطر على ما يصل إلى 95% من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي. الشركة لا تقول أنها تحتكر ولا توجد حتى اتهامات مباشرة، لكن الواقع يقول أنها تهيمن وبقوة، وبسبب الأبحاث والتكنولوجيا التي وصلت إليها لن يكون من السهل اللحاق بها. مثال آخر هي شركة لوكس أوتيكا، شركة تمتلك جميع العلامات التجارية الكبرى للنظارات الشمسية، ومع ذلك لا تزال العلامات تطرح بأسماء مختلفة، لكنها تسيطر على نحو 80% من سوق النظارات في جميع أنحاء العالم بشكل مباشر أو غير مباشر. الاحتكار لا يقتصر فقط على الشركات، هناك دول تسيطر على إنتاج سلع ومنتجات معينة وقد تمنع الآخرين من الوصول إليها، مثل أمريكا في مجموعة كبيرة طبعا من المنتجات والخدمات. أكثر القطاعات المتهمة بالاحتكار هو قطاع التكنولوجيا، لكن الاحتكار الآن متوغل في جميع القطاعات من الغذاء والدواء مرورا بالطاقة والاتصالات والمواصلات. الخلاصة، هناك مصطلح الآن أكثر تجميلاً للاحتكار اسمه المنافسة الاحتكارية، هو يصف سيطرة أكثر من لاعب على سوق معين، لكن النتيجة في النهاية الآثار السلبية للاحتكار. الآثار الاقتصادية السلبية للاحتكار تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد ارتفاع الأسعار وتأثيرها على المستهلكين، فهي تؤدي إلى تقليل الابتكار والكفاءة والتوزيع غير المتكافئ للفرص والثروات، حتى الغذاء والدواء قد لا يجده الناس بسبب الاحتكار. أما من الناحية الأخلاقية، يثير الاحتكار تساؤلات حول العدالة واستغلال السلطة، حيث تستخدم المواقع المهيمنة للقيام بممارسات غير عادلة، مثل الأسعار التفضيلية أو العقود الحصرية التي تحول دون دخول منافسين جدد إلى السوق.